السلام عليكم. حتى لا ننسى نذكركم بمكان مقرر في مشروع مركب في دويرة، اللي كان فيه ملعب لكرة القدم وكذلك زوج قاعات رياضية مغطاة، واحدة للألعاب الجماعية والأخرى مسبح أولمبي. إذن هذه هما يعني التصميم تاع المركب نتاع دويرة اللي نحتاجه، يعني رغم كل ما يمكن أن يقال فإن مدينة الجزائر العاصمة تحتوي على ما يقرب من 5 ملايين نسمة. إذن إن شاء الله أنه المركب هذا ينجز في المستقبل بكل أجزائه، وإن شاء الله تمنياتنا أن يكون المراكز يعني مركبات من هذه أو بحجم أقل على حسب يعني الطلب وعلى حسب الكثافة السكانية، تكون فيه مشاريع من هذا النوع في مدننا عبر الوطن. والسلام عليكم.